جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أذكر لي أشياء تجعلني كثيرة الخشوع في صلاتي وفي عبادتي وعند قراءتي للقرآن، جزاكم الله خيرا. أعظم شيء تذكر عظمة الله عز وجل، تدبر القرآن العظيم وإحضار القلب عند تلاوته، واستشعار الوقوف بين يدي الله في الصلاة، كل هذه أمور تجلب الخشوع. كذلك قطع الوساوس والتفكير في أمور الدنيا والإقبال على الصلاة، هذا مما يجلب الخشوع. وفي بداية الصلاة شرع لنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح، هذا أيضا مما يجلب الخشوع ويطرد الشيطان عن المصلي. نعم.